أجري الحديث بشكل واسع عن دعم الفئات الأكثر تضررا وضعفا في ظل تفشي وباء كورونا، في وقت يعيش فيه النازحون ظروفا صعبة في مخيمات ريف إدلب. مراسلتنا إلاف ياسين زارت أحد هذه المخيمات وعادت إلينا بالتقرير التالي. تنوعت الهجرات والشتات واحد. عوائل فلسطينية حطت الرحالة في مخيمات ريف إدلب بعد أن أجبرت على ترك بيوتها التي دمرت إثر قصف ممنهج للنظام السوري على مخيم اليرموك للفلسطينيين في دمشق. لنا صار رفقات، في عائلات فلسطينية حوالي 25 عائلة. منروح وبيجوا لعنا، الحمد لله يعني. لا تختلف المنازل مسبقة الصنع عن الخيم في شيء في هذا المكان. المعاناة نفسها وتتنوع أشكالها. أصبت بقذيفة هاون، شظية بالدماغ، ضغط على عصب البصر. تعودت على استخدام العكاز، وفي ابني بيساعدني معظم الوقت، يعني ابني بجواري بيساعدني، باخذ كل حاجاتي مع ابني، مساعدة ابني وزوجتي. وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أوقفت مساعداتها المالية والعينية بمجرد وصولهم إلى إدلب بحجة عدم إمكانية دخول هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام وباعتبارها منطقة ساخنة. ليبقى هؤلاء وأطفالهم بلا معيل سوى بعض المساعدات التي تقدمها منظمة سورية. ببيع الطرب أصرف عليه، ما أبوي ما بشوف. وبساعده. 370 ألف لاجئ فلسطيني هو عدد من بقي منهم في سوريا موزعين على امتداد الأراضي السورية حسب منظمات محلية، ينتظرون أسوة بجيرانهم من السوريين أي بارقة أمل بمستقبل يجنب أطفالهم ذات المصير. تضيع الجنسيات هنا، فلسطيني أو سوري لا فرق، فكلهم وحدتهم الظروف من حيث الخوف، الجوع، المأوى وانتظار المجهول. إلى فياسين العربي، مخيم أطيب.